إذا طلبت الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى لأنها لا تطيق ذلك، لكنها لا تنكر عليه ذلك، It's okay، تتزوج، بس أنا لا أطيق أن أبقى معك، هل يجوز لها ذلك؟ لأنها قد وقع عليها ضرر نفسي لا تطيقه، أم تكون قد دخلت في حديث أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ نعم، نقول لها يا أمة الله لا حرج عليك فيما ذكرت إن كنت حقا لا تطيقين ذلك وتخافين أن لا تقيمي معه حدود الله، وهذا هو البأس، في بأس الذي يسوغ لك شرعا طلب الطلاق. في حديث ثابت ابن قيس دليل على ذلك، كان زوجها صالحا لا تعتب عليه في خلق ولا دين، ومع هذا طلبت المفارقة لأنها لا تطيقه. صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أحسن الناس خلقا ودينا، لكني أكره الكفر في الإسلام، أكرهه وأخاف مع بغضي له ألا أقوم بحقه، ألا أحسن عشرته، ألا أعاشره بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقاً